المهندسة هتدينا فكرة عن مشاركتهم في بيت الكهرباء والديفايسز اللي هم عارضينها النهاردة بالتفصيل إن شاء الله. اتفضلي يا باشمهندس أنس. مرحبا، معكم إيناس مسالمة، بزنس ديفلوبمنت اريا مانجر فور سكامي. سكامي شركة إيطالية، إحدى الشركات الرائدة بمجال تصنيع شواحن سيارات الكهرباء. مشاركين اليوم بالمعرض مع أور بارتنر بالسعودية بيت الكهرباء. في عندنا بيج بلانز بالسعودية، حيكون اللي هي ديستريبيوشن إلكتريكا الإيطاليان برودكت في السعودية، إلى جانب ذلك وهو التصنيع المحلي لشواحن، تصبح سكامي ميد إن سعودي. هلا سكامي وي آر ون أوف ذا فيو من الأقلاء الشركات الموجودة اللي عندهم فول رينج بالتشارجينج ستيشن. في عندنا دي سي ستيشن، This is اللي هي الشاحن السريع DC station من 60 كيلووات لحد 180 كيلووات. فيها 3 guns CCS2 شديمو and AC guns. Okay. وفي عندنا الرينج الثاني اللي هو DC wall box. Okay. هلا DC wall box الرينج تبعه 25 كيلووات، هذا عبارة عن حل وسطي بين الـ AC charging station وبين الـ big DC station. الـ capacities الـ available عندكم هنا في الشركة كم؟ لا، الـ DC wall box هي تتكون من 1 power supply اللي هو ساعة 30 كيلو. اوكي. عند at full efficiency بعطيك 25 كيلووات. اوكي. هاي المجموعة الخاصة بالـ DC اللي هي الـ wall box والـ floor standing. Floor standing. في عندنا بالـ AC هي الـ wall box charger. رينجاتها من 3 كيلو لحد 22 كيلووات. Okay. AC الاوتبوت بيكون AC. This is the socket. Okay. في عندنا كمان تقدر انت تعمل اكسس على البروتكشن بالتشارجر في حال صار فيها اي تريب، بتقدر تحل المشكله. This charger is full customized means the client بيقدر يحط اللوجو او هو شكله عاجبني. الاشكال دي كاستمايزد؟ كاستمايزد يعني انا اقدر اعمل شكل الشاحن حسب الفرنيتشر بتاعتي او كاستمايز. في تو تايب، انترنال اللي انت عم بتغير بالفيتشرز حسب متطلبات الزبون او الكلاينت او المشروع، وفي كاستمايزيشن اللي لها علاقه بالمظهر الخارجي. انت تقدر تعمل هاي السكرين، هي عباره عن فول كاستمايز، تقدر تعمل برينتينج لاي صوره لاي لوجو خاصه بالكلاينت. اوكي. لا، عندنا الاذر تايب اللي هو اي سي فلور ستاندينج. This one هاي full customized برضو، هاي الخاصية تبعها بتيجي two side socket. Okay. Screen RFID for access control. Push button on off charger. Okay. والsocket with shutter. Okay. في أي chargers تانية موجودة من سكامي؟ هلا سكامي عنا wide range، في عنا كمان dual wall box. بس مش معروضه. في عندنا كمان سنجل وول بوكس موجود بالستاند جوا. اوكي. هذا الاي سي وول بوكس بيجي في عندنا من النوعين، يا اما بيجي مع اتاش كيبل مربوط فيه. هذا الكيبل التايب 2 كيبل. اوكي. تايب 2 للاي سي تشارجينج، هذا يونيفرسال كيبل يستخدم بكل الشواحن، او بيجي مع سوكت تايب. هذا سوكت تايب. هلا الفكره انه اغلب سيارات الكهرباء كل سياره بتشتريها بيكون معها الكيبل تبعها، فالكلاينت يا اما بيستخدم الكيبل الخاص فيه او بياخذها اوريدي مع التاج كيبل. اوكي. فهذا الوول بوكس، في حال انه ما كان في افيلبل وول انك تعمل تركب عليه، فاحنا بنقدم ستاند از فلور ستاندينج. اوكي. طيب يا باشمهندس، في ناس كتير جدا خايفه من موضوع الشواحن كسيفتي، عايزين نطمن الناس ان الموضوع امن ومفيش مخاوف من الشحن، وايه الاختبارات او ايه الستاندرز والحاجات اللي انتم مريتوا بيها في الشركه عشان تاكد للناس ان الموضوع سيف؟ هلا اول شيء انه الاي في تشارجر هو عباره عن ريجوليتد برودكت، يعني اندر ساسو فور امبورتد فور سيلينج ذيس برودكت، انه في ريكويرد سبيسيفيكيشن مطلوبه اللي هي النورمال تيست ريبورت والاي ام سي تيست.
اوكي. هلا بالبرودكت تبع نفسه في برضه كمان بروتكشن، في ار سي بي او بروتكشن، في اس اس بي دي ريسيرش بروتكشن عم تطلب لهذا البرودكت، فهي سيف ذس برودكت. اوكي، يعني الناس تطمن ان ما فيش اي مشاكل في موضوع التعامل مع شواحن السيارات الكهربائيه، ما فيش ريسك على المستخدم العادي من ان هو يستخدم الشاحن او يشحن سواء كان في الاي سي او في الدي سي. بالذات في الدي سي الناس لما بتروح تشحن في المحطات بتبقى عندها تخوف شويه من موضوع الشحن. هلا خاصه بالدي سي ستيشن بيك ستيشن اللي هي فول ريجوليتد، والبروتكشن اللي عليها في يعني في انسيستنج لانه يستخدموا الار سي بي او سيرج بروتكشن، هاي اتس نيسيسري، فهاي بتخلي الموضوع سيف. كما ذكرت سابقا انه ساسو عامله ريجوليشن عليها بحيث انه عملت ليميتد للمانيفاكتشر اللي يقدر يدخل السوق، بالتالي عملت زي ليميتيشن على البرودكت الموجوده.